وعلو الهمة له مجالات متعددة من مجالات الحياة، فمن ذلك علو همة الإنسان في طاعة الله جل وعلا، بحيث يكون حريصاً على أن يكون على أعلى الدرجات في طاعته لله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغباً أهل الإيمان في أن تعلو هممهم في طاعة الله: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام أول الليل فيقوم في نصفه ثم يقوم ثلثه. فهذا من تحريك الهمم لتكون على أعلى الأعمال وأفضلها.